جب نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھیں، اللهم لك الحمد كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي. دولہ کو ان الفاظ میں مبارک باد دیں، بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. جب نیا چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھیں، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. كسي مسلمان کو ہستا دیکھے تو یوں دعا مانگے، أضحك الله سنك. کسی مریض مسلمان کی عیادت کو جائیں تو یوں تسلی دیں، لا بأس طهور إن شاء الله. جب سواری پر بیٹھ جائیں تو یہ دعا پڑھیں، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. کسی منزل، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹاپ پر اتریں تو یہ دعا پڑھیں، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. جب قبرستان میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں، السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر.